دكتورة غادة علي قزامل، استشاري القلب والأوعية الدموية، معهد القلب القومي بمبابة. هنتكلم مع بعض على السيدات والفتيات، هل هم عرضة زيهم زي الرجالة في الإصابة بأمراض القلب ولا هم محميين؟ في كلام بيتقال خاطئ إن دايما الست خاصة في فترة السن الصغير عندها حماية ربانية بسبب وجود هرمون الاستروجين عندها، إنها بتبقى محمية من حدوث أمراض للقلب. لو قلنا إحنا الكلام ده صح ولا غلط، الكلام ده يمكن ابتدى يتغير كتير مع وجود أساليب الفحص الكتيرة والعيادات المنتشرة في كل الأماكن وبداية وجود الإحصائيات. ابتدينا نلاقي حاجة غريبة قوي، الإحصائيات بتقول إن في ست من كل ثلاثة بيحصل لها وفاة بسبب مرض من أمراض القلب، وبنقول إن هو يمكن أكتر سبب يؤدي للوفاة في السيدات هي الإصابات في الأوعية الدموية، القلب والمخ، ويمكن ده أكتر من اللي مشهور قوي سرطان الثدي عند السيدات. فلما نيجي نقول إن القلب وأمراضه ممكن يؤدي للوفاة أكتر من أمراض الثدي عند السيدات، ده معناه يقول لنا إن إحنا لازم نخلي بالنا قوي ونشوف مين فينا اللي أكثر عرضة من غيرها لأن يحصل لها إصابة في أمراض القلب، فتبتدي من قبل ما تحصل الإصابة تبتدي الوقاية بتاعتها، تبتدي تخلي بالها من ضغطها، تبتدي تخلي بالها من سكرها. في بعض السيدات لقينا في كل الإحصائيات إن دول عرضة أكتر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، لو عندها تاريخ أسري، حد عندها في العيلة، الأم، الأب، الإخوات، الخالات، العمات، عنده مشكلة في القلب، فهي عرضة إن يجي لها إصابة في شرايين القلب، وممكن دي لو أهملت فيها تؤدي للوفاة. السيدات نسبة الإصابة بأمراض السكر عالية جدا فيهم، فأي سيدة عندها مرض سكر فهي ده معناه إنها هتبقى عرضة أكتر من غيرها إنها يجي لها إصابة في شرايين القلب والمخ، وممكن يجي لها أمراض للقلب وأمراض سكتة دماغية أو سكتة قلبية. السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، السيدات عندنا خاصة في مصر بيعانوا من سمنة مفرطة، وقعدنا فترة طويلة قوي إن السمنة ده نوع من أنواع الجمال، هو صحيح ممكن يؤدي إلى نوع من أنواع الجمال لكن هو بالتأكيد سبب قوي جدا من أسباب المرض. فأي ست عندها سمنة، عندها ارتفاع في ضغط الدم، عندها ارتفاع في نسبة السكر، عندها تاريخ أسري، حط على ده كمان التقدم في السن اللي احنا ما بنقدرش نمنعه، كلنا بنكبر في السن، ده معناه ان بيعرضنا لإصابة اكتر. انتشرت ظاهرة التدخين بشكل عالي جدا بين السيدات، سواء التدخين سجاير او شيشة، وده بيزود نسبة الإصابة، ما بتبقاش حتى عامل واحد، لا ده بيبقى عامل لما بيضاف على الضغط والسكر بنضرب في 2 و3، علاوة على ان الست تعرضها للتدخين بيؤدي بإصابة اكتر بكتير من تعرض الرجال للتدخين. فلما يبقى في ست عندها حاجة من دول ده معناه ان هي عرضة اكتر من غيرها ان يجي لها مشاكل في القلب. طيب غير ان انا عرضة وانا عارف ان انا عندي مشكلة في الحاجات المسببة للامراض دي، طب اقدر اعمل ايه؟ اول حاجة لازم اتابع بشكل مستمر، لازم اغير من نمط حياتي. الستات عندنا مش بيتحركوا بشكل كافي، طول الوقت متخيلين ان حركتهم جوه البيت هو دي الحركة الكافية، لا، لازم ممارسة الرياضة على الاقل، المشي 3 ل4 مرات في الاسبوع، 30 دقيقة على الاقل. ده كله يخليني لما اخلي بالي من ضغطي وسكري واروح اكشف بصفة دورية، زي ما كده السيدات بتروح تعمل فحص الثدي سواء هي في سن صغير او كبير، سواء بالسونار او بالماموجرافي، يبقى لازم برضو تعمل كشف دوري على امراض السكر والضغط وامراض القلب. الاعراض اللي الست دايما بتتعرض عليها للازمات القلبية يمكن شوية مختلفة عن اللي بيحس بيه الرجالة، يعني دايما الناس العرض الاساسي لامراض قصور الشريان التاجي ان يحس بان في الم في صدره مصحوب بحركة أو مصحوب بإجهاد سواء نفسي أو سواء مجهود حركي.
السيدات يمكن عندهم الأعراض مختلفة شوية، ممكن تكون الأعراض في صورة إن هي عندها إعياء عام، مش عارفة تنام كويس، حاسة بإرهاق شديد، عندها نفسها بيسرع بشكل عالي، ضربات قلبها مش مظبوطة سريعة. كل الحاجات دي ممكن تكون علامات بدري قوي وعلامات غير نمطية لإصابة قلبية. كتير الست بتاخدها باستهانة، ونفاجئ لما بتجيلنا المستشفى بتكون إنها عندها المرض بقاله فترة طويلة، سواء جلطات أو ذبحات، وبتيجي للأسف وقت بيبقى متأخر جداً. فبنلاقي دايماً إن الستات لما بيبقوا عندهم الألم يشد عليهم جداً ويوصلوا للمستشفى ويبتدوا النصح الطبي، نفاجئ إنه حالتهم أكثر تقدماً، الإصابة بتاعتهم أعنف، وكمان قدرتنا على علاجهم بيبقى أقل. فيبقى أهم حاجة لما يبقى أي سيدة تحس بأي حاجة، عرض مفاجئ أو عرض مش ده اللي متعودة عليه، يعني ما بتقدرش تعمل المجهود بتاعها زي قبل كده، بتحس بنهجان مستمر، بتحس بألم في صدرها، بتحس بضيقة، بتحس باضطراب في النفس، الحاجات بتحس بإميل للقيء، الحاجات دي كلها تخليها على الأقل تبتدي تسعى لانها تتفحص طبيا، لان ده ممكن يكون مقدمه لانها حاجه يكون حاجه معرضه ليها في جلطات او ذبحات، ويبقى عندنا بالطريقه دي قدره ان احنا نعالج الشيء قبل ما يزيد. يمكن الست عليها عبء اكبر في تغيير النمط العلاجي والصحي ليها ولاسرتها. فمن تغييرها لنمطها في التغذية مش كفاية بس إنها بتحمي أسرتها، لا هي بتحمي أسرتها وبتحمي نفسها. فلو هي خدنا بالنا من إن إحنا نتجه في أكلنا ناحية الخضروات أكتر، الفواكه أكتر، نبتدي نتحرك أكتر، نقلل من الدهون النباتية الحيوانية في الأكل والشرب بتاعنا، نقلل في استخدامنا للملح والسكر، نبتدي نحرك البيت كله، هي بكده بتحمي نفسها وبتحمي أسرتها بنمط جيد. يمكن بيقع عليها عبء كمان انها مسؤوله عن تقديم الادويه لنفسها، ويمكن لو في فرد من افراد اسرتها مصاب، فدايما بنلاقي ان كتير من السيدات بتكسل في انها تستمر على ادويتها في الضغط والسكر وادويه القلب، وكل شويه تقول لك اصل انا مش هتعود على الدواء، انا مش عايزه اخد ادويه، انا مش عايزه التزم بادويه. من الحاجات المهمة جدا ان نمط الحياة لازم نخلي بالنا منه وبشدة، ونبتدي ناحية الانماط الحياتية الجيدة اللي بنميل فيها للطبيعة اكتر، مع الالتزام بارشادات الطبيب ومع الالتزام بالادوية وفي وقتها وفي مواعيدها، وما نحطش ادويتنا في اخر الالتزامات او صحتنا في اخر الالتزامات.